السلام عليكم ورحمة الله. طيب، رجعنا لكم تاني بعد ما حطينا الأكل الطري لكل الطيور. تمام، ما شاء الله شايفين الزغاليل، يعني الزغلول البايلوت ده ما شاء الله لسه مفتوم النهاردة، اللي هو واقف في الطاجن بتاع الأكل الطري ده. الزغاليل اهي، تمام، لسه مفتومة ما شاء الله. اهم حاجة عندي ان الزغاليل تبدأ تاكل اكل طري من ده. هو الزغلول لسه مش هيعرف يقشر حبوب، حتى لو قشر حبوب قشر كمية بسيطة. فاهم حاجة عندي ان انا اضمن ان هو يعني ان هو هياكل. انا بحط له اكل طري من ده، بيبقى اسهل معاه في الاكل، بيوصل له القيمة الغذائية اللي الطير محتاجها عشان ما يحصلش صدمة فطار. ما شاء الله شايفين الزغلول هو مستغرب، والفايلوت ده واخواته رينبو جولدن موف ما شاء الله، فيهم الكلير وفيهم الفول بودي. وانا حاطط معاهم حاجات كبيره شويه، تركيبات يعني النتايه اللي هناك دي والدكر اللي جنبها دول وايت فيس اهم، والحته الهوريكال دي دول زغاليل بس كبيره عنهم شويه. طب انا ليه حاطط الزغاليل الكبيره دي؟ عشان تعلمهم ياكلوا. الزغاليل بتعلم بعضها تاكل وبتاكل بعضها كمان. فالزغاليل ما شاء الله ايه، تبدا تاكل من الاكل الطري. تمام، هما بيشجعوا بعض ان هما ياكلوا من الاكل الطري. فانا حاسس معاهم الحتتين التلاته التركيبات دول، وباذن الله بيبداوا بعد كده ايه يعلموا بعض ياكلوا. حبيت بس اوريكم. تمام، وطبعا لسه الزغاليل مستغربه وانا منزل القفص على الارض والكلام ده، بس ما شاء الله هما بياكلوا طري. الزغلول اهو، يعني شايفين الزغلول البايلوت رايح للزغلول التاني اكله. ما شاء الله شايفين الزغلول الجولدن موف ده، ما شاء الله شايفين درجة الموف ودرجة الجولدن. ما شاء الله، واللي جنبه كلير جولدن برضو موف. طبعا الطيور دي بقى بعد ما بتبدأ تقلش والكلام ده بتتغير تماما. اهلهم ما شاء الله حاجات عالية. تعال نشوف بقية الطيور يلا وهي بتاكل. تمام، ووريكم الاهالي كمان بتاعة الزغاليل دي. طبعا البيضة اللي انا حطيتها دي مقفولة، يعني البيضة دي ما فيش فيها حاجة، هي مقفولة اهي. تمام، بس انا ايه، ده كان قفص كبير ان شاء الله، دخل في حاجات تركيبات انجليزي، فجايب له بياضه كبيره. تركيب البياضه ما شاء الله ضخمه. بياضه الانجليزي هنتكلم عنها برضو، بس خلينا في التغذيه دلوقتي. دول اهالي ايه ما شاء الله، دول اهاليهم اهو. طبعا هو ما كانش معاه النسايه دي، النسايه دي انا يعني لسه حاططها له ان شاء الله. الدكر اهو، شايفين الدكر ده كان كاشف شويه، يعني الدكر ده كان جاشش. انا حطيت له الاكل الطري وبدات احط عليه المضاد الحيوي زي ما انا قلت لكم. بسم الله ما شاء الله، الذكر بدا يتجاوب وبدا ياكل. شايفين درجه لونه وشايفين جسمه، ربنا يسترها معايا يا رب ويعدي من دور البرد ده على خير. انا حطيت الاكل هنا، طبعا هحط لهم الاكل من شويه، هم ايه يعني كلهم، بس هم خايفين من الكاميرا. تمام، تعالوا نشوف برضو الزغاليل ونشوف بقيه بقيت الطيور ان شاء الله. خليكم معايا. بسم الله ما شاء الله، شايفين الطيور الزغاليل اهي، قصدي المطار الكبير شغال. شايفين الطيور ما شاء الله، يعني مقبلة على الأكل ازاي. شوفهم كان فيهم حاجات زغاليل بقت شبابات، أنا حطيتها مع الكبار عشان أفضي المطار التاني إن شاء الله للزغاليل. شايفين العصفورة بتلعب مع الأكل ازاي. الحلبة طبعا مفيدة جدا للطير. تمام، الحلبة بتمنع الحشرات، الحلبة كتغذية، كرفع مناعة، كحاجة للهضم، كحاجة
لأنها بتزود التفصيل، بتزود لمعان الريش، وبتزود إن الريش ينبت بسرعة، تمام، والريش يطلع بسرعة. طبعا كل دوت الحلبة مهمة جدا للطير. ما شاء الله شايفين الزغلولة الكلير دي، ايه زغلول كلير فايلوت اهو تقريبا نتاية ما شاء الله. يعني شايفين درجة الكلير ما شاء الله. دي نتاية اللي بتاكل دي، هي في مرحلة قلش اهي، والذكر ده مش مرحلة قلش، ذكر شاب اهو في مرحلة قلش. الأكل بقى مهم جدا في مرحلة القلش، لأن الطير بيبقى محتاج ساعتها تغذية. شايفين الريش اللي طالع في دماغه اهو، شايفين الريش، وطبعا كل ده محتاج تغذية. الطير بيبقى مرهق في مرحلة القلش، فأنا لازم أقدم له التغذية اللي هو محتاجها. والطيور شايفين الطيور ما شاء الله مقبلة على الأكل ازاي. الطير طول ما هو وصل له التغذية اللي هو محتاجها إن شاء الله يبقى الطير زي الفل. شايفين ما شاء الله الطيور، شايفين درجة الكلير، شايفين لون الريش، كل دوت بسبب الأكل وبسبب التغذية. فطول ما التغذية يعني مظبوطة إن شاء الله مش هتعاني مع من أي مشاكل مع الطيور. ما شاء الله شايفين الطيور أهي بتاكل. المطر ما شاء الله محطوط في كمية أكل طار كبيرة. زي ما قلنا الأكل الطار مهم جدا. الناس اللي بتكلمنا على التمليح، عايز التمليح يمنع غذي الطيور كويس. مفيش حاجة اسمها عادة سيئة عند الطيور، ما هو الطير اتعلم العادة السيئة دي لأن هو مش لاقي بديل يحصل منه على القيم الغذائية اللي هو محتاجها. انت لو اديت للطير القيم الغذائية اللي هو محتاجها فعلا، ان شاء الله مفيش تمليح، مفيش اعراض بين الذكر والانثى، مفيش كل الكلام ده، هتلاقي التزاوج بيحصل مظبوط. طبعا احنا بندي حلبة، والحلبة بترفع الخصوبة وبترفع بتخلي عنقود البيض كويس، بتظبط كل الكلام ده. بندي بقى كمان ينسون، يعني انا بحط على حبوب الطاقة ينسون، وبحط على خلطة الاكل ينسون. اليانسون بيساعد ان الطير يبقى هادي، الطير ما يحصلش بقى افتراس، ما يحصلش الكلام ده. كل دوت اليانسون بيمنعني، بيحميني وبيمنع كل الكلام ده، بيمنع الافتراس، بيمنع ضرب الزغاليل، التمليح من الزغاليل. طول ما الطير وصل له القيم الغذائيه اللي هو محتاجها ان شاء الله هتلاقي الطيور زي الفل. طيور ايه ما شاء الله، الطيور جت تصور، ربنا يبارك فيهم يا رب. الطيور جت تصور، الطير فاهم، يعني فاهم ان انا بتكلم عنه، وفاهم ان انا بشرح عليه، وفاهم كل ده. لو انت فاكر ان الطير مش فاهم، لا، الطير بيبقى عارف المربي بيعمل ايه، وعارف ان صاحبه بيعمل له ايه، بيبقى فاهم كل الكلام ده. ربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب. ده كان فيديو بسيط كده عن الاكل الطري، وشرحنا قبل كده فيديو عن المستنبت. احنا عملنا طريقة التحضير وعملنا طريقة التقديم. طبعا اكل الطري انا بحطه في طواجن كده، طواجن اهي، تمام، ثم بنزله بعد كده يبدأ ياكل من الطواجن. لسه ان شاء الله هننضف الاقفاص دلوقتي، تمام، ما شاء الله ذكر جولدن موف. الموف مهم جدا يا جماعة، البروسكاي والموف عندي دول مهمين جدا. يعني طبعا انا مشغل كل الكوبالت، بس البروسكاي والموف بيطلع لي حاجات محترمة. الزغلول ده طالع من بلو سكاي معمول، الزغلول اللي انا كنت بوريه لكم الفايلوت ده طالع من بلو سكاي معمول. الالوان الجميلة دي الفايلوت، شايفين الفايلوت الوايت فيس ده طالع من بلو سكاي مع الموف. بس طبعا لازم يبقى البلو سكاي فايلوت، ولازم يبقى الموف درجة لون محترمة زي الذكر ده كده، الذكر الكلير ده. وطبعا احنا اتعودنا خلاص، فهمنا ان في تركيبة الرينبو انا بدي الكلير للفول بادي، تمام، يعني انا الانثى انثى ما شاء الله، تمام، الانثى فول بادي والذكر كلير. الطيور ما شاء الله لازم لما نيجي نركب قص رينبو ندي الفول بادي للكلير، تمام. ولو عندنا حاجه يلو عايزين نشغلها نديها فرد جولدن، يعني مثلا النتاية دي يلو يبقى الذكر اللي معاها يطلع كده يا عم الحاج.
الذكر اللي معاها بيبقى لازم يبقى جولدن اهو ما شاء الله. يبقى انا كده مكمل مكمل الجوازه صح ان شاء الله. الجولدن سيد على اليلو ان شاء الله. الزغاليل تطلع جولدن، ده جولدن دبل هو ما شاء الله. الكلير والفول بودي هيطلع لي نص الانتاج كلير ما شاء الله، شايفين درجه الكلير تمام، هيطلع كلير محترم. الفول بودي هيظبط لي الصبغه، هيطلع لي صبغه محترمه، انا مش محتاج حاجه ثانيه خلاص. الواحد لما بيجي يبيع قص ما شاء الله بيحاول يظبط يعني شايفين الفول بودي اللي هنا البلو سكاي، شايفين درجة البلو سكاي دي، البلو سكاي اللي احنا بنتكلم عليه، البلو سكاي اللي هو بيطلع فايلوت محترم مش البلو سكاي الفاتح تمام. فطبعا الطيور بتكمل بعضها في الجوازة، مش شرط ان هم يبقوا رينبو بس هيطلعوا حاجة حلوة، لا لازم يبقوا رينبو. يبقى انا عارف ان انا مثلا مدي فول بادي كتير، مدي يلو لجولدن، الحاجات دي مهمه في تركيبه الرينبو. ان شاء الله زي ما قلت لكم الفتره الجايه اقول لكم معايا، بس نشوف النتايه اللي بتطلع في البيضه دي بتعمل ايه. ان شاء الله هنتكلم عن عن التركيبات بتاعه الرينبو الاحجام والرينبو الفلل. معانا ضيفه ايه حاجه فوله لا اوبلاين، ان شاء الله هنتكلم عن الفلل الاوبلاين دي ازاي اطلع منها رينبو فلل تمام، لان طبعا لازم ابيع الحاجه تكون هي سبليت كلير مثلا، تاخد حاجه فلل كلير. ان شاء الله باذن الله في كلام كتير عن التركيبات وعن الجوازات باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.